القضية باقية ولا تزال فاعلة بين طيات الناس وخبايا بيوتهم، أنها نتائج الحرب ومخلفات العنف والاضطراب. الأيتام في العراق صاروا علامة اجتماعية موجودة في كل مكان، بل يصعب ألا نجد طفلا يتيما في كل زقاق أو محلة، وفي بعض الأحيان في كل عائلة. هذا الوجود المؤلم يقابله شعور بالمسؤولية واهتمام تحظى هذه الشريحة بنبضات حية من ضمائر الناس. فكانت المبادرات الجميلة من معظم شرائح المجتمع تجاههم. المساعدات العينية والدعم المادي قد لا ترقى إلى ما يرقى إليه الدعم المعنوي، فساعة واحدة من الترفيه والترويح عن النفس يتلقاها اليتيم لا تقدر بثمن. وعلى هذا الأساس اتفق عدد من الناشطين تحت مسميات متنوعة لصنع أمسية ترفيهية لعدد من الأطفال الأيتام. ضوء جديد في حلقة جديدة لهذا الأسبوع، ابقوا معنا. مجموعة من الشباب المحامين اتفقوا على أن يقدموا لفئة الأيتام عطاء يعين هذه النفوس الصغيرة المتعبة وتمسح عنها بعض حزن اليتم، وتشعرهم بأن الحياة الجميلة فيها من المحبة لهم ما يفيض اهتماما ورعاية وإحساسا بوجودهم الصغير في هذا العالم الكبير الصاخب. محامون شباب بعضهم ذاق اليتم بنفسه وعاشه في صغره، وهو أعرف الناس بمعنى الفقد ومعنى التلفت حول الذات، فلا يجد رعاية أو اهتماما. مسألة الأيتام مسألة يعني الكثير من المنظمات، كثير من الناس توجهت أنظارها عليها، كثير من شرائح المجتمع التفتت لهذه الشريحة المهمة، لأنه أغلب الموجودين من الأيتام هم من أهاليهم، من اللي ضحوا من أجل هذا البلد، أو من اللي أجل قدموا دماءهم لهذا البلد، أو من اللي ظروفهم ما سمحت أنه حياتهم المعيشية تستمر. فتبقى مسألة التكافل الاجتماعي اللي وصانا بها ديننا ووصانا بها الله سبحانه وتعالى وكافة الأديان السماوية، أنه تكون علينا وعلى عاتق كل شخص يقدر يتحمل هذا الموضوع، يقدر يقدم شيء لهاي الشريحة المهمة. هذه الحملة اليوم بتنسيق مع نقابة المحامين قمنا نشاط لإفراح وإسعاد قلوب الأيتام من ذوي الأبطال، أبناء الأبطال، أبطال شهداء الحشد الشعبي ومن ضحايا الإرهاب. طبعا عدد الأيتام اللي جبناهم اليوم تقريبا 100 يتيم، وإن شاء الله راح نفرحهم باللي الله يقدرنا عليه بجهود مباركة من نقابة المحامين، وإن شاء الله راح يكون معانا أطباء أسنان راح يتطوعون بالمجان لفحصهم وبعدين معالجتهم، وراح يكون ضمن البرنامج بعض البرنامج الترفيهي الألعاب إضافة إلى رسم على الوجوه وحلاقة. يعني من ناحية فرحة اليتيم، إسعادهم من خلال البرامج الترفيهية، فشفنا شيء يعني أهم شيء قدمنا لهم البسمة والفرحة على وجوههم، صارت كثير ساعدوني. بس هالمرة المبادرة الحلوة صارت من المحامين. تلامس حميم مع الطفل اليتيم، ويد تقول له إنني هنا معك، معك إلى غاية أن يشتد عودك، ولن نترك حتى تفاصيلك الصغيرة، فقد مرت على بالنا ونحن هنا الذين لم نرك من قبل، نعود إليك وتعود إلينا وكأنك تعرفنا منذ أول يوم في حياتك.
أطباء الأسنان يفحصون فكك مثل أي ابن حنون يهتم بأبنائه وصحتهم، وآخرون يقصون لك شعرك ويهتمون بتفاصيلك الصغيرة. أيها اليتيم، نحن معك. الجانب المعنوي أكيد كنا نعرف أنه الطفل محتاج إلى جانب ترفيهي. اللي فقد الأب أكيد فقد فد شيء كلش كبير وصعب، صار عنده خلل بالتوازن، ثق بعضهم، يعني أشبه بالحلم أنه يروح مدينة الألعاب. فالحمد لله رب العالمين، الله وفقنا أن نقدر نرتب هيك برامج، هيك مبادرات، نسعدهم ولو مجموعة بسيطة كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة أشهر. استطلعنا الاستبياني وجمع المعلومات، والله زاد بكثرة من خلال نقول أولاد الحشد وأيتام الجيش العراقي الباسل وضحايا الإرهاب، زاد وفاق بكثرة، تأثير سلبي وليس إيجابي. يعني راح تكثر البطالة، راح تكثر شوف المعاناة. احنا بدورنا يعني قلت لك الحمد لله، احنا سنقول يعني ابسط شيء ضوء بيننا، برنامج ضوء بيننا، يعني ونناشد باقي القنوات بان يبادرون مثل هاي المبادره. اكو ميسورين الحال عن هيك يلاحظون عن هاي شلون البرامج، يشوفون فرحه الايتام شلون. احنا يعني اكو بعض الميسورين الحال يعني يقدمون لهم فد فعاليات، يعني شلون يصير نقول حافز لهم يصير. يسعى المبادرون حسب قولهم إلى جلب انتباه الرأي العام إلى حجم مشكلة الأيتام في المجتمع العراقي، وتحويلها إلى نقطة اهتمام وموضع اتفاق على لزوم وتحمل المسؤولية الكاملة في رعاية هؤلاء، لأنهم ببساطة أهم مكون من مكونات المستقبل. راح احكي لك وفق يعني حتى احصائيات، باعتباري اني ناشطه مدنيه واشتغل بمجال المراه من 2004. كل 10 نساء بهم 2 ارامل. هسه وصلنا اني على مستوى مدينه الصدر عندي 3 ملايين امراه، يعني 3 ملايين الامراه. بحكي لك من السقوط وبعد السقوط وداعش والضحايا الارهاب، ماكو بيت ما بي ارمله. اقل عائله عندها 2 ايتام، اقل عائله، ماكو عائله ما عندها ايتام. ثق عندي عائله عندها 10، عندي عائله عندها 12، واكو عوائل ما عندها اي وارد. عندي عائله عندهم امراض نفسيه صارت بسبب فقدان الاب وبسبب اليتم. اليتم مشكله كلش كبيره وكلش خطيره، ويراد لها تضافر جهود يعني على كل المستويات، على مستوى نفسي، على مستوى اجتماعي، على مستوى اقتصادي. نطمح انه نسوي برامج نفسيه وخاصه بالطفل. للاسف احنا الطفل كلش مهمل بصراحه على مستوى الجانب التعليمي وعلى مستوى النفسي. انا كمؤسسه مجتمع مدني كنت مختصه بس بالمراه بس اغاثه، هسه لا، دخلت على مجال تنميه، لان مو بس انطي يكون ملابس، مو بس انطي كسوه، خلي انطي معلومه، خلي انطي دوره ترفيه، يعني دوره تثقيفيه. احنا هواي سوينا يعني هواي برامج لهم، وحتى احنا شفنا اكو بعضهم من الايتام متسولين، يعني حتى نقول شلون نقول مثلا، حتى نقول اقاربهم العمام الخلال متبرين من عندهم، لان من ناحيه سوء المعيشه. عدد الأطفال اللي موجودين ما يقارب 100 طفل الموجودين، على اختلاف الفئات العمرية طبعاً، يعني ما دون 14-15 سنة. الفقرات المقدمة هي ما تليق بهم ولا تليق بمكانتهم، بس الشيء اللي نقدر إحنا نقدمه واللي نسعى أنه نقدمه، والله يجعله في ميزان حسنات من قام على هذا الموضوع. الفقرة الأولى والأهم في نظري وفي نظرة الموجودين هي الفحص الطبي، وبالأخص فحص الأسنان، لأن هذه الفئات العمرية تكثر من التناول الحلويات والمأكولات من دون الاهتمام بهذا الموضوع. الأطباء متطوعين، وكان الفضل كل الفضل للتنسيق مع جامعة دجلة كلية طب الأسنان، كان طلابها على بالمراحل المنتهية الأخيرة للتخرج متفضلين هم وأساتذتهم في التبرع والتطوع لفحصهم
ومعالجتهم وتقديم الاحتياجات اللازمة. ينبه المشاركون في هذه المبادرة إلى أن اليتيم الذي لا تمتد إليه يد الرعاية يسمح في العادة إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً، وتصبح مصدر خطر وانفلات. اليتيم الذي لا تتوفر له الرعاية النفسية اللازمة خلال فترة نشأته الهشة سيكون عرضة لشتى أشكال المخاطر الاجتماعية، وأهمها أن يحمل ضغينة تجاه المجتمع أو أن ينزلق إلى الأمراض الاجتماعية المصاحبة للفقر والإهمال. بسبب اليتم والعوز والإهمال وبسبب الضغوط النفسية، بسبب أنه ماكو فد منفذ لي شلون نقول تنفيس الكبت اللي بداخله، يلجأ للمخدرات مثلا، يلجأ للسرقة مثلا، يلجأ للعنف ويا أمه ويا أخوانه ويا جيرانه ويا أصدقائه، يلجأ للانتحار. بالنسبة لهذه المبادرات ما هي، ما هي مو حتى ما أختزل الموضوع النفسي أو للمجموعة اللي أني جزء منها وتشرف بيها، احنا هاي مو مبادرة فردية ولا فكرة انطلقت من الواقع، هاي فكرة انطلقت عن أفكار سابقة سبقونا بها كثير من الناس المتطوعين والمتبرعين وعلى خلاف التوجهات. احنا مكملين لهذا الموضوع وإن شاء الله أكو ناس بعدنا وإحنا وياهم راح نكمل هذا المسير وهي محفزة طبعا. بالنسبة للفقرة الثانية حتى أرجع لك لهذا الموضوع، فقرة نشكر بها معهد المتميز لتعليم فن الحلاقة، تبرع بكادر كامل من الحلاقين المتطوعين لحلاقة الأولاد الصبية طبعا من الأطفال. المبادرة الثالثة اللي هي شاركتنا بيها وساهمت ويانا بيها جمعية خير النساء للإغاثة والتنمية بالمحكمة، يعني مرت علي هاي الحالات بكثرة، ف يعني شلون قلت صار عندهم حافز وبيناتهم، يعني شلون قلت تبرع شلون بيناتهم صار ذاتي، فقالوا لازم احنا فرحة بسيطة نقدم لهم شيء بسيط. أنا مؤمنة بأنه عملي في مجال المحاماة هو قضية تمكين فرد ثم مجتمع، هو ليس فقط قضية للدفاع عن حقوق المظلومين من ضحايا الحرب أو الانتهاكات أو ضحايا الأفراد. أنا مؤمنة بأنه هذه القضية، قضية القانون، هي قبل أنه تكون قضية للدفاع يجب أن يلحقها قضية لتمكين الفرد. هذا التمكين يتمثل بتقديم الدعم النفسي، يعني هو التمكين اللي أنا أتحدث عنه هو التمكين النفسي المتمثل بوجودنا اليوم مع الأيتام في تقديم الدعم النفسي لهم بخلق البهجة في نفوسهم. لكل عمل رسالة يسعى صاحبها إلى إيصالها كما يريد، فماذا يريد ناشطو اليوم وما هي رسالتهم؟ ابقوا معنا لنتعرف على رسالتهم بعد هذا الفاصل. يرى المحامون المشاركون في هذه المبادرة أن فعلهم هذا يجب أن يستقطب المزيد من زملائهم، وأنها بالتأكيد لن تكون مبادرة مفردة أو يتيمة مثل من ترعاهم. هذه المبادرة الصغيرة هي استمرار لفعل مستمر من قبلهم وسيستمر في المستقبل القريب ساعيا إلى إشراك شرائح مهنية أخرى. هاي القصة يجب أن تستمر، يعني دعم الطفل، دعم الطفل اليتيم، تقديم العون النفسي، تقديم العون المادي، وأيضا من جانب تقديم الدعم التعليمي أيضا. فهذه يعني رسالة يجب أن ما تكون ليوم واحد أو لأسبوع أو شهر، هذه رسالة يعني لازم تكون موجودة بكل الأعوام اللي راح نعيشها يعني بالأيام القادمة إن شاء الله. من بين ما يسعى له المحامون لصالح الأيتام هو أن يكون هناك قانون يشرع لليتيم رعاية استثنائية،
خاصة وإن البلاد قد مرت بالفعل بحالة استثنائية أنتجت شريحة واسعة من الأيتام، وبالتالي صار هناك هم مجتمعي يتحدى استقراره الاجتماعي. الرعاية طويلة الأمد للأيتام هي إحدى أهداف هذه النشاطات. رغم شيء بسيط بس قدمنا يعني مناشدات، يعني من ناحية حتى دواء إذا يعني محتاجين دواء محتاجين، بس مو مثل ما الحكومة تقدمها. إحنا صحيح قدمنا اليوم ورحنا أكو ميسورين الحال رتبوا وشون نقول برامج لهم هاي، بس مو مثل الحكومة. يعني شلون نقول لهم فد راتب، حتى لو بس راتب بسيط يوفروا لهم. يعني احنا هاي مناشدتنا لهم، بس احنا يعني قلت لك هاي قدر ما استطعنا، يعني علينا يعني الشيء البسيط، الفرحه، الكسوات العيد مثلا اذا يعني نقدم لهم، كسوات المدارس، يعني شيء بسيط، بس مو مثل ما انت توفر لهم راتب مستمر. احنا هاي مناشدتنا على هذا الشيء. هذه أول مشاركة إلي بهذه المبادرة، لأنه أنا كمحامية مختصة بالمجال القانوني أكثر من المجال الإغاثي والنفسي. المعونة القضائية بقضية الطفل اليتيم يعني تحتاج يعني اهتمام بهذا الجانب. أنا دائما أقول بأنه هذا الموضوع ما يقع يعني هو اللي يعمل عليه فقط المحامين، وإنما الحكومة يجب أن تتبنى موقفا جديا حقيقيا. فأني أقترح بدائرة العمل والشؤون الاجتماعية أن يكون لها لجنة معنية بقضايا اليتيم بتقديم الدعم القانوني، نعم، وتقديم أيضا الدعم النفسي المتمثل بمراكز الاستماع اللي ممكن أنه تقيمها. لكم تجربة، خلنا نقول مشاعر شخصية أو تجربة شخصية من شخص حس بهذا الموضوع أو لامس الناس اللي حست بهذا الموضوع. الطفل يفرح بالهدية، أوكي، يفرح بتقديم الحاجة اللي يشوفها مناسبة إليه. أنا أقول الطفل، ما أريد أقول اليتيم، يعني الكلمة بحد ذاتها جارحة، يعني تحسسه بفراغ موجود، ما أريد نقول نقص، يعني هو مو نقص وإنما فراغ، لكن المساعدة أو المساهمة أو المشاركة المعنوية لها حوافز أكبر وأوسع من المشاركة أو الدعم المادي بصيغ أكبر وأعلى وأسمى، فبحاجة إلها هو، وتعتبر دافع وتعتبر بنفس الوقت حافز إله أنه يستمر بالعطاء بهذا الموضوع ويستمر بإنجاز وتحقيق أهداف أكبر حتى يوصل للمرحلة يخدم الفئات اللي مشابهة إله ويقدم لهم شيء مناسب أو مشابه. أريدكم أكثر أكثر بأنه تطوعكم، و يعني شلون أقول، والله هم يعني ما يحتاجون، والله يعني اليوم شاب دا يشوف شاب دا يقدم. إحنا حتى مو بس أيتام، حتى الناس اللي حالتهم تعبانة، الناس اللي شلون أقول ما عندهم معين، المناشدات اللي تجي هم يعني إحنا دا نرتب ويا باقي شلون أقول منظمات، يعني عندها أكو منظمات يجون في الدعم، يعني الحمد لله دعم شلون اقول هم لذاتي، بس دعم يعني من مسؤولين حال. بصراحة كمجتمع مدني وأنا كمنظمة مشتغلة بهذا المجال،
حتى سوينا حملات مدافعة تخص هذا الموضوع، إنه يابا انتبهوا. طبعاً بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية حتى لا نغبن حق أحد، باعتبار الشرطة المجتمعية ممكن يفوتون للمدارس، ممكن يفوتون للكافي، ممكن إحنا نصير حلقة وصل نرصد الحالة، بس ما نقدر نأخذ بها إجراء، فلازم نوصلها لجهة رسمية تقدر تتابع هذا الموضوع. إن شاء الله أكو أمل، بس أنا أقول لك الأمل شلون نقول، الأمل يم الله. يعني نتمنى من الحكومة يعني تغيير من الحكومة، وإحنا هم الحمد لله شلون نقول، إحنا الشباب هم نبيهم الزود، يعني قدموا هواي أشياء، وحتى إحنا حتى جبناها على أيتام، قلت لك إحنا هواي شاركنا بشغلات، حتى البصرة يعني شافوا اخوانهم بالبصره الحمد لله. شو نقول، من بغداد لحد الموصل كليتهم اجتمعوا وتكاتفوا وقدموا لهم شيء بسيط هو الماء، الحمد لله والشكر. يعني نقول احنا هم اكو امل بالشباب، وان شاء الله احنا هم نناشد الحكومه. لن تنتهي آلام الأيتام بمثل هذه المبادرات، لكنها صوت يجلب الانتباه إلى أهمية الإحساس الدائم بهذه الشريحة وحاجاتها وضرورة رعايتها النفسية والاجتماعية. الاستثمار في تقديم المزيد من الحب للأيتام سينتج أشخاصاً أسوياء طبيعيين ومعطائين، سيزيدون عما نالوهم من العطاء والرعاية حين كتب عليهم القدر أن ينشأوا أيتاما في هذه الحياة بلا اختيار منهم. إذا أردت إعداد جيل سوي لمستقبل صحيح، عليك أن تترك بصمة إنسانية تؤثر إيجاباً على وعي أطفال اليوم ولا سيما الأيتام منهم. ولا يختلف اثنان على مثل هذه الأماس الترفيهية التي سيتذكرها المستفيد إلى آخر حياته. كنا وإياكم ومجموعة من الإنسانيين في حلقة من برنامج ضوء بيننا، ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.